تنبه. الآية الأولى التي ذكر الله تعالى فيها فرض الصوم قال فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش لعلكم تتقون. وآخر آية من آيات الصيام التي ذكر فيها الله تعالى أحكام الصوم قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبه تعلم أن مقصود الصوم تحقيق التقوى، هذا هو مقصود الصوم. فكل صوم خال عن التقوى فإنه لم يأتي بالمقصود الشرعي. يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.